أول ما الشيخ الثاني يطلع يروح
نسأل الله أن ينفعك ويرفعك بما علمته لنا، بكل معلومة أخطت علينا بها، أن يجعلك في الفردوس الأعلى مع سيدنا رسول الله. أقدم عزائي لأهل القرآن أولا، فالمصابون ليس أهل سيدنا الشيخ حسين. المصابون ليسوا أهل سيدنا الشيخ حسين، فالمصابون أولا هم أهل القرآن، لأنهم فقدوا المرجع وفقدوا الهرم الكبير الذي نفخر بتواجده معه. ثم من الطبيعي أن أقدم عزائي إلى أهله وأسرته وعليه، وأخص أستاذنا العظيم أستاذ إبراهيم عمار الذي دائما يحتضن أهل القرآن في مبنى الإذاعة والتلفزيون، يفيض علينا بكل الخدمات وكل الواجبات التي تشغلنا أن لنا أمل وظاهرا قويا في هذا المكان العالمي الكبير. أقدم لكم جميعا خالص عزائي، وأسأل الله أن يجمعنا بشيخنا وأستاذنا في مقعد صدق عند نبيك المقتدر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تواضع منك شفتاح، ربنا يزيدك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
نصلي عليه.
سيدنا الشيخ حسين منصور عليك يا سيدنا. تتغيرت. انت تغيرت. يا وتغفر وتعفو فإن
الله. تمام. ارجع اكثر من كده. يا نفحات ربانية جميلة. صارت طويلة. والله يدور
عليك. سمعنا بتقول ايه تاني؟ Yeah.
كل دول مستمعين وليس معزيين لا هو عارف يا حاج ابراهيم يا حاج ابراهيم هو عارف ان دول مستمعين وعسلامه وانت شيخ طبلاوه وانت قاعد لا ما يقدرش you
إن الله بالغ أمره.
سفر الحيوان وقطب أهل القرآن بما تلا من الأحكام الشرعية الممثلة إلى الرب البرية لتعمل بها الأمة الإسلامية. فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح الطاروطي على التلاوة بإذاعات مصر والعالم الإسلامي شاكرين لفضيلتنا باسم أبناء سيد الشيخ حسين منصور وباسم الأستاذ إبراهيم عمار وباسم فضيلة الشيخ الشحات السيد شاهين ونشكر أيضا فضيلة القارئ دكتور منصور جمعة منصور فضيلة الشيخ صلاح الله المسلمين الشيخ عبد الله محمد عزب سيدنا الشيخ دودة علي متولي وكل من شرفنا من أهل القرآن. والآن مع مسك الكتاب من سيد الكلام يتلو علينا فضيلة القارئ الدكتور رضا.